برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. ضيف النهارده فنان كبير قدير عظيم بدرجه مثقف وايضا بدرجه سياسي. هو انسان بدرجه فنان احترم عمله وارائه فاحترمه الناس. نستطيع ان نقول عنه انه موهبه من طراز فريد. اعماله في السينما والمسرح والتلفزيون هي بصمات لا يمكن لاحد ان يتجاهلها. هي علامه بارزه في تاريخ الفن المصري. هو فنان لم يعزل نفسه عن مشاكل مجتمعه ولكنه اقتحم تلك المشاكل. اقتحمه بأعماله الفنية وأيضا اقتحمه بمبادراته الخيرية ونزل الغلابة عشان يشوف ازاي ممكن يقدر يساعدهم. معايا ومعاكم النهاردة في بوضوح الفنان الكبير الأستاذ محمد صبحي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عمرو. نورتنا يا فندم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شرفتنا يا فندم. ازي حضرتك؟ ومبروك. الله يبارك. هبارك لك على ايه ولا ايه بقى؟ مبروك على الجائزه. كانت اول امبارح. اول امبارح اه الحمد لله. يعني ربنا يعني بعتبرها انها الحمد لله يعني من هيئه زي الامم المتحده طبعا. وجهه كبيره زي الايزو. فالحمد لله يعني انا كنت سعيد جدا. ويعني لا تستحقها دكتور. ربنا يخليك والحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك. اخبار القلب ايه؟ القلب جميل يعني يضخ. طمنا على قلبك بعد العمليه. احنا دايما اقول احنا كنا زمان في سن معين نجري علشان نشوف الشهاده فيها كحكه ولا فيها طالع بماده ولا طالع بمادتين. احنا دلوقتي السن اللي هو طالع بدعامه ولا طالع بدعامتين. فلا الحمد لله. طبعا اكتشفت لما انا رحت رايح اكشف عادي لان حسيت بالام بحس بيها بقالي 20 سنه. 20 سنة ألم في الظهر. في منطقة الظهر كده عند سلسلة الظهر. لا يمكن يجي في دماغي إنه شك في القلب وكده. كنت أترمي على الأرض كده بس دقيقة ونص علشان أعمل ريلاكس ويروح الألم وأقوم قايم. بقالي 20 سنة. فاتضح لا ده قلب. ده ضيق في الشريان. وحضرتك ما تعرفش. فأنا بعالج نفسي طبعًا. وده الخطأ يعني. فقالي لا مفيش هزار بقى. وعملت عملية في كام شريان؟ لا شريان واحد لغايه دلوقتي. ودلوقتي الحمد لله كويس. الحمد لله على سلامتك. نورت يعني الناس كلها كانت قلقانه عليك وبتطمن عليك والحمد لله. ربنا يعني يديك الصحه وطول العمر. في فريق كده قاعد معانا عامل تقرير عن سيادتك كده بسيط نتفرج عليه وبعدين نبدا حلقتنا. على فكره الحلقه دي فيها مفاجآت لمن يعني يريد ان يستمع الى مفاجآت من الفنان الكبير محمد صبحي. الخير دكتاتور لكنه مربي فاضل، عميل لكنه فارس. إنه الفنان محمد صبحي الذي احترف التمثيل وأبدع في التأليف وأتقن الإخراج المسرحي وتفانى في العمل التطوعي والاجتماعي، ويقود حاليا أكبر حملة لإعادة الحياة للمسرح المصري من خلال مهرجان المسرح للجميع. هو الشراب ده مش أسلك. رغم إتقانه لكافة فنون التمثيل والإخراج إلا أن المسرح له مكانة خاصة في قلب ووجدان الفنان محمد صبحي، إذ أسس عام 1980 فرقة ستوديو 80 مع صديقه لينين الرملي، ونجح في تقديم مجموعة من أنجح أعماله المسرحية مثل الجوكر وإنت حر، وجسد أعظم أدواره على خشبة المسرح في دور الدكتاتور بمسرحية تخاريف. ومن أجل التمهيد للديمقراطية قررت الآتي. مادة 1 إعلان قيام الدكتاتورية في البلاد.
ومش عايز ده. وفي التسعينات قدم للمسرح روائع الأعمال وأبرزها لعبة الست، ماما أمريكا، كارمن. كارمن في الحارة بتجري ولا عربية رش زبت. أنا مفتعلة. أنت مفتعلة عشان حافظة مجرد كلامه بس، إنما مفيش إحساس. ما أنا كمان لسه ما دربتش كفاية. مفيش تدريب على الإحساس، دي لحظة بتستحضريها، إنما لازم تبقي فاهمة اللي بتقوليه. أثرى فارس الدراما المصرية محمد صبحي الفن المصري بعدد من روائع الأعمال، وعلى رأسها مسلسله الشهير يوميات ونيس الذي عرض منه 8 أجزاء، بينما يبقى مسلسله الشهير فارس بلا جواد علامة بارزة في تاريخ الدراما المصرية. كان محمد صبحي صاحب أشهر رحلة تلفزيونية للمليون من خلال الشخصية الدرامية سنبل، لكنه على أرض الواقع خاض رحلة المليار لجمع 1 مليار جنيه للقضاء على المناطق العشوائية في مصر من خلال مؤسسة معن الخيرية لتطوير العشوائيات. ويستعد صبحي حاليا لإطلاق الموسم الثاني من مهرجان المسرح للجميع بعد مرور نحو 10 سنوات على الموسم الأول، حيث يشارك في المهرجان أكثر من 200 ممثل ويعرض 6 مسرحيات، منها غزل البنات، الملك سيام، بجانب الجزء الثاني من كارمن أوديب. ويتضمن المهرجان مفاجأة للجمهور، حيث يستعد الفنان محمد صبحي لعمل مسرحية عن قناة السويس وتاريخ إنشائها، ليتم عرضها في افتتاح المشروع القومي الكبير قناة السويس الجديدة. اهلا بحضراتكم مره تانية. يعني استاذ محمد صبحي زي ما شفتوا في التقرير ما شاء الله تاريخ حافل وكبير وعظيم، سينما وتلفزيون ومسرح، وكمان اقول استاذ محمد صبحي على بلاطه. استاذ محمد صبحي قرر ان يخوض لاول مره تجربه تقديم البرامج التلفزيونيه دي، مفاجاه اللي قلت لكم عليها منذ قليل. تعالوا نشوف حاجه كده احنا خدناها من وراه هو ما خدش باله منها. على بلاطه اول برنامج تلفزيوني سوف يراه المشاهد المصري والعربي قريبا على احدى القنوات الفضائية من تقديم الفنان الكبير محمد صبحي. اهلا بيكم، وحشتوني، فعلا وحشتوني، وحشني المسرح. بقالي 10 سنين ما وقفتش على مسرح. مسرح لي سحره، انا بعيش برا المسرح، بعيش بلا اكسجين. وعاشق المسرح لازم يركب الصعب، وانا بصراحة النهاردة قدامكم بركب الصعب، بقدم برنامج. برنامج ده على فكرة برنامج صعب، ما هوش سهل، ما هوش سهل في اعداد ولا في تقديمه ولا في تصويره. قالوا لي لا، انت لوحدك اعمل برنامج ليك. اقول لهم ايوه بس انا مش مترشح للرئاسة. يقول لي لا، برنامج تلفزيوني. واحد قال لي يا استاذ محمد الناس محتاجة برنامج، يا راجل اعمل برنامج، الناس بقت كئيبة، شكلها يقرف بصراحة، يقطعوا الخميرة من الشارع. قلت
قلت له ما تقولش على الناس كده. قال لي لا يا محمد الجمهور بيتبهدل ويساف ما تغمه حاجة. اعمل برنامج بس ما تعملش كوميديا ومسخرة وهلس. اعمل برنامج سياسي في خناقات. هات لك ثلاث اربع ضيوف يرشوا بعض بالمية. ما فيش مية يتفوا على وش بعض يا اخي. الديمقراطية دي مثلا هي تعايش لكل اشكال الاختلاف مع بعضها في نفس المجتمع وبشكل حضاري. يعني طبق كشري. طبق كشري. لا لا انا مش هعمل فقر الطبق اليوم واعمل الشيف صبح يقول يا جماله يا جماله والحاجات دي. انا مش عارف صعب. طبعا اللي شفتوه حضراتكم ده اول يعني لقطات بيقولوا كده ساخنه جدا من البرنامج الجميل اللي بيقدمه الفنان الكبير محمد صبحي على بلاطه اللي هو النهارده خصنا بيه في بوضوح. وانا بشكره جدا على هذا. يعني هو ده بس ده بايلوت كان ده معمول ده تيزر كده بس كان معمول تجربه. الكلام ده من 3 اشهر قبل الانتخابات حتى الرئاسيه وكده. كنت عامله تجربه عشان اقرر هل اخوض التجربه ولا لانه الحقيقه ما هواش البرنامج اللي ليه فورمات معروفة أو منقولة أو كده يعني. إنما هو ما تبقاش عارف هو مسرح ولا مقدم ولا ستاند أب كوميدي ولا هو في التركيبة. يعني في مسرح يعني في تمثيليات بتتعمل ما تبقاش عارف إمتى بدأت التمثيلية وإمتى انتهت وإمتى التحمت مع الجمهور أو طرحت قضية معينة. فهي كانت تجربة بس لسه يعني المفترض يعني في مشاورات أخيرة. أنا عارف يعني أنت قدامك عروض من كذا قناة ولسه مش عارف يعني تعرض فين. طيب إيه اللي دخل عم أيوب في الموضوع؟ ما تيجي نشوف. نشوف يعني. حالة كده هارموني. على فكرة كلمة هارموني دي بتفكرني بآلة الهرمونيكا. وآلة الهرمونيكا دي آلة عظيمة جدا. هي صعب طبعا العزف عليها بس من وانا صغير وانا عندي 6 سنين اول آلة مسكتها في ايدي كانت الهرمونيكا لغاية لما كبرت وتعلمت واصريت ان انا اعزف عليها وبعزف عليها عزف رائع باحساس رائع وعالي. معلش ما ده بقى ميزة الاعداد. لو كنت انا محضر فعلا انا كنت جبت معايا آلة الهرمونيكا علشان اعزف لكم واسمعكم الالحان الجميلة. ايه ده؟ الهارمونيكا يا محمد. نعم الهارمونيكا. معقوله؟ معقوله؟ انا قلت لك تدخل المسرح قدام الجمهور وتديني هارمونيكا؟ احنا مش اختلفنا؟ احنا اختلفنا عن المشهد ده؟ ليه تخش وتحرجني وتديني الهرمونيكا؟ حضرتك الشاشه ايه وهباب ايه؟ انا في الزفت الموقف اللي انت حاططني فيه. الله الجمهور يا استاذ محمد. الجمهور جمهور ايه؟ هو الجمهور قاعد زي البروطه لا فاهم ايه هرمونيكا ولا عارف قالت الهرمونيكا. افرض ان انا بميس عليهم بقول لهم محمد صبحي بيعرف يعزف الهرمونيكا خلاص كانوا هيشربوها ويمشوا انتهينا. مساء الخير لكل الحاضرين ومساء الخير لكل مشاهدينا في كل مكان في البيوت وعبر الأقمار الصناعية في الوطن العربي وفي العالم كله. طبعا في كل مكان هتتابعوا معانا النهاردة حدث من أهم الأحداث اللي هتأثر بإذن الله على العملية الانتخابية في مصر. حدث كلنا مستنينه علشان نحسم قرارنا وهو ان احنا نقوم باختيار رئيس مصر القادم. النهارده والاول مره وعلى الهواء مباشره هنقوم باستضافه مرشحي الرئاسه ورؤساء مصر المحتملين. ده طبعا لمناقشه برامجهم السياسيه والانتخابيه وافكارهم وخططهم لحل مشكلات المواطن المصري. ونبدا دلوقتي مع حضراتكم مع اول مرشح
يتفضل. مش حارف اصلي زهقان مش اوعوا بقى يا كماحة مش هنا بس بسرعه لو سمحت عشان وقت البرنامج بسرعه يعني التاني سبورته عليه 10 شهور لحد ما انا طوال هترشح كيين حاليا تستحكلوني لا تقولكوا حاليا ولا ايه زي ما شفت حضراتكم اظنها مفاجاه لكل المشاهدين عوده ايضا عم ايوب لاول مره ومش بس عم ايوب اللي عاد عم ايوب عاد وسنبل عاد وعلي بمظهر عاد ايه يا استاذ محمد المفاجآت الجميله اولا بهنيك على الشغل جميل جدا جدا هو استحضار لبعض الكاركترات او الشخصيات اللي بتجبر نفسها يعني انت عايز تقدم 3 نماذج هيرشحوا نفسهم لحكم مصر هم ما سالوش نفسهم اولا يصلحوا او ما يصلحوش كويس فجايب واحد برمجاتي بقى وكلاسيك قوي وبطيء جدا بطيء فبيقول لك حاجات لا يمكن تحقق ولا 300 سنة وبيجيب واحد بيعمل لك البحر صحينة لعلي مظهر علي مظهر فيقول لك البرنامج بتاعه ازاي فتفكر فيقول لك هو بمنطقه يقول لك ما تقولش يعني ما تقولش حاجات واقعية الناس مش هتبسط قول لهم حاجات لا معقولة يعني لا يمكن تحدث هتبسط تلاقيهم على طول هوب فوق هيختاروك يعني ويقعد يقول لك هنعمل ايه ونجيب فلوس منين ونزرع ايه ونعمل ايه كويس وفي واحد هيكلم محسن بيه برضه وكلم لك كل العالم فهو ده يعني بيبقى منظور عشان انت تختار اللي بيعمل لك البحر طحينه ولا تختار الواقعي ولا تختار اللي على مهله قوي زي حكومات كتير جت في فتره ال4 سنين حكومات هي الثورة في ناحية والحكومة في ناحية تانية خالص إذن عم أيوب بس مش شرط دول يجتمعوا ده بايلوت يعني ده تجربة إنما بس أنا عايز أقول حضرتك الفكرة استحضار شخصيات جميلة يعني أنا شخصيا شفتني لما شفت الاستوديو كله حصل له إيه لما شاف عم أيوب وفي شخصيات جديدة هتفاجأ بشخصية جديدة أنت كمان بتعيشها جوه البرنامج يعني أنت فجأة بتلاقي اللي بيكلمك ده مراته بتخش عليك في المسرح وبعدين ولاده وفي حلقة تانية بتشوف المدير بتاعه بيخش عليه وعلاقته ايه بالمدير يعني قصدي انت يعني هو ما تقدرش تقول هو برنامج مسرح ولا برنامج حواري انا كلنا في شغف شديد ربنا وفي انتظار وترقب ان احنا نشوف على بلاطة للفنان محمد صبحي المقدم القوي اللي نازل ينافسنا كل حاجة عادنا كلنا في البيت خلاص لا هجيبك على صبحي من النبي اي حاجة يعني خليه بقى يعني بما انك فتحت الموضوع لسه زميلتنا المصوره بتقول لك يا استاذ محمد المسرح فين وانت فين في المسرح تعال افكرك بحاجه كده وبعدين نتكلم عن المسرح اوكي انني ارى ابي اي يا مولاي بقلبي هريشي رايته مره كان ملكا صالحا كان رجلا في كل شيء ولم ترى عيني مثله ثانية سيدي أظن أنني شاهدته بالأمس شاهدت من؟ أبوك الملك الملك يا مولاي يبدأ أحسنك أبوك ما رأيته في أثناء الحراسة عند منتصف الليل ظهر بهذين مرسلس وبرناردو شبحوا هي أبيك مؤديا
يمشي مشية العز والجلال، فكان يدواني من شدة الفزع لم ينطق بكلمة واحدة، وإنما أسرع وأخبرني بما حدث. فشرحته من الحراسة في الليلة الثالثة، وإذا بكل كلمة نطق بها صادقة. ظهر الشبح وأنا أعرف أباك، ليس بين هاتين اليدين من شبح أشد ما بين الشبح وأبي. أين كان ذلك؟ هناك في ناحية من البرج بالقلعة. ألم تخاطبه؟ أنا خاطبته يا مولاي، ولكنه لم يجب، لأنه رفع رأسه وأتى بحركة كأنه يريد الكلام. عجيب. روح أبي. فأدوم في الحراسة الليلة. أجل يا مولاي. مرتديا زي يهود. لما بتشوف هاملت، هذا العمل الرائع اللي قدمته على المسرح وحملت حصدت نجاح كبير جدا في الفترة دي، بتقول ايه؟ يعني انا بعتبر ان هاملت ده كان تحدي. احنا كان عندنا مشكلة ودايما اقولها، ان الشباب يقول لك ايه، مفيش فرص عمل، مفيش شغل، مفيش كذا مفيش كذا. وكنت اسمع ابويا يقول ان احنا ما عندناش شغل ومش لاقيين شغل لغايه لما لقينا شغل. هي مساله مستمره في كل العصور على فكره، مش في عصر محدد يعني، ولا عصر يتسم بالفساد بس. فاحنا فتحنا نافذه لانفسنا. يعني اول ما اتخرجت من المعهد عملت في الاستوديو الممثل سنه 70، قلت هعمل نافذه، مين هيجي يتفرج علينا؟ ولازم انا اللي افتح النافذه لنفسي. فعملنا هاملت وعملنا روميو جولييت وعملنا اوديت. صحيح اعمال مش هيتفرج عليها العامه، بس هي جابت العامه كمان عشان يتفرجوا عليها. فهاملت بالنسبه لي كان تحدي، ولما بقيت المفروض يعني اثبتت نفسي وبقيت نجم بعد سنه 75 في 78 قدمت، اصريت اقدم هاملت بقى وانا نجم. تقدم جماهيريا، بتذاكر بمسرح محترف، وخسرت فيه كل اللي حوشته، وانا عارف ان انا هخسر كل اللي حوشته. يعني على راي استاذنا رحمه الله صلاح جاهين، جيت اتفرج على العرض فعمل النكته بتاعته في القرا، جايب اتنين واقفين على باب المسرح والافيش مكتوب عليه هاملت شكسبير محمد صبحي. فهو واحد بيقول للتاني عند شباك الذاكره، قال له محمد صبحي ده فقري قوي. فالتاني بيقول له ليه؟ قال له ما كان سماها عفريت بابايا عشان تجيب ناس. فانا كلمته تاني يوم قلت له يا استاذي وصلتني الرساله، بس انت عايز نعمل زي البقال اللي كتب على شويه السكر ملح عشان النمل ما يروحش ياكله. اكتر موقف تفتكره كان غريب في هاملت ما تنساهوش؟ موقفين الحقيقه. موقف في العرض الاحترافي ده كان اربعه في اول صف، احنا 20 نفر في الصاله. واحنا كنا على المسرح 48. يمكن كنت اقول لهم ايه، اشتغلوا يلا نشتغل، احنا اكتر منهم ما تخافوش، لان في الصاله 20 نفر مثلا. فاربعه قاعدين في اول صف بجلاليب البلدي الجميله دي الشعبيه، وعرفت بعد كده انهم جزارين. يعني جزارين داخلين هاملت، داخلين عشان يضحكوا، مش فارقه، ما هو عارفيني في انتهى الدرس وفي علي مظهر، قال لك الروايه دي كمان كده. فداخل اتفرجوا على هاملت، انا سمعت جمله في الاخر وهاملت بيموت ورامي دماغه كده ناحيه المتفرجين، فانا سامعه بيقول، فهو بيقول له انت بعد يا هوريشيو. هوريشيو ده كان من عامه الشعب او كان صديقه، فبيقول له انت بعد يا هوريشيو، اني مائت انت بعدي. فسمعت الراجل بيقول له بس عم هوريشيو خد الحكم. من هاملت. ده الوعي السياسي بقى اللي كان في العرض. فعلا هو كان ما فيش ده عند شكسبير، لان هو الجمله تحمل معنى تاني، بس انا حملتها المعنى السياسي. لما عملته وانا في الهوايه بقى بعد ما اتخرجت من المعهد، كان اللي بيتفرج على هاملت فلاحين العمرانيه، لان كلها مزارع حوالين المعهد، فجم يتفرجوا بالليل على هاملت اللي هي قدام واجهه المعهد. فانا بعمل هاملت بقى، فهي قاعده الست بقى قاعدين على الارض على الجنينه في الجنينه، فشايل عيل وبترضعه من ساديها، يعني ترضعه وتهزه. وانا عايز الصوره دي ما اشوفهاش وانا بمثل يعني. فلقيتها فجاه برضه قرب اخر روايه، يا عيني يا هاملت يا اخويا هيموتوه. فطبعا خلاص يعني انت فصلت، بس برضه ده وعيها، ده وعي الست دي بمعرفتها. عايز اقول ان انا استفدت من هاملت جدا، استفدت على انه بيان منضبط الاوتار، يعني بيان منضبط الاوتار لما تتمرن عليه تستفيد اكتر. وعملنا اعمال بعد كده تقدر تقول عليها كلاسيكيه عالميه
بس من تراثنا احنا بس هاملت كان لازم اقدم هاملت واقدم روميو جولييت واقدم من الادب اليوناني اوديب وقدمت اعمال كتير ولسه هتقدم هنطلع لفاصل نرجع تاني نوصل حوارنا مع الفنان الكبير محمد صبحي. طبعا زي ما شفتوا حضراتكم ده المشهد من مشاهد فيلم الكارناك كان بيلعب فيها الفنان الكبير محمد صبحي دور الراحل شهدي عطية الشافعي. مظبوط مظبوط. كلمني عن دورك في الكارناك. احنا عرضنا يمكن مشهد صعب جدا دلوقتي مشهد السيجارة. لا هو الحقيقة اصعب من اللي انت شفته. اتحقق السيجارة بجد؟ ده كمال الشناوي استاذ كمال الشناوي رحمه الله عمل 3 بروفات او 4 بروفات وهو لابس النظاره. فعلي بدر خان قال يلا شوتينج هنصور. فقام قلع النظاره ودخل. هم عاملين لي بلاستر هنا دايره بلاستر عشان لما يطفي السيجاره فيها ما توجعنيش وتطلع دخان بتاع الجلد. هو ساب العلامه بتاعه البلاستر وجنب سرتي بالظبط ودافز بقى. فانا بصرخ. فبعد المشهد طبعا علي بدر خان قال لي برافو. قلت له برافو ايه ده طفى السيجاره بحقه حقيقي. طبعا رحمه الله الوالد بقى ممدوح الليسي قال له ما تقولوش برافو لا يطلب زياده. الكارنك بيمثل ايه بالنسبه لك؟ يعني احنا خدنا شفنا هاملت كمسرح بدايات محمد صبحي. شفنا الكارنك بدايات نجوميه محمد صبحي في السينما. لا الكارنك كان بالنسبه لي هي حاله سينمائيه يعني كفيلم صرف النظر عن دوري فيه. ومر بظروف سيئة جدا يعني في تنفيذه. كنت عارف ان كنت مترشح انا واحمد زكي في الدورين. وبعد كده حصل ظروف الموزع ورفض احمد زكي. فجم طلبوا مني الوالد طلب مني ان انا اعمل دور اسماعيل الشيخ ويشوفوا. انا اعتقد بس مع الله اعلم يعني قالوا ان نور الشريف لما عرضوا عليه قال لهم اعمل حلمي. فجم قالوا لهم لا انا هعمل حلمي. قالوا لي ده اسماعيل البطل قدامي. قلت لهم انا اعمل حلمي مش هعمل غير حلمي. على فكره وحلمي كان بطل كان شخصيه كان بطل. مهمه جدا يعني. فلا فيلم الكرنك بالمواصفات بتاعت وقتها شوف الاستاف شوف الكاست بتاع الفيلم ما تجمعش في فيلم زيه. يعني بس طبعا في صرصره عني اللي عملها برضو ممدوح الليسي و العوامة ميرامار. لا ده كان بس الكارنك كان تجربة سياسية جريئة يا أستاذ محمد. هل أنت شايف إن إحنا يعني هذه التجارب يعني مطلوبة في تاريخ التاريخ المصري مثلا؟ هو بس هقول لك على حاجة. يعني أنا بعشق عبد الناصر وعبد الناصر ده كنا بنحط صورته في جيب القمصان وإحنا طلبة وصغيرين. فكان أي حاجة تمس عبد الناصر كانت توجعنا. انما زي التاريخ. التاريخ دايما يقول لك يعني ابعد عشان تشوف التفاصيل. يعني طول ما انت قريب من التفاصيل ما تشوفهاش. فلما الواحد بعد شويه لا كان في النظام نفسه لا كان في اخطاء هو اللي ابرزها فيلم الكرنك. يعني في اخطاء في النظام يعني قد لا تكون توجهات عبد الناصر ولكن هي مجامله لعبد الناصر. يعني فاهم. فكان لازم يتقدم كان لازم يتشاف. يعني كان لازم يشاف ده وحصل عليه قضيه كبيره وحصل قضيه صلاح نصر طبعا نصر. معروفه جدا هذه القضيه وكانت من ضمن الاسباب في الدعايه كمان للفيلم. هنطلع لفاصل نرجع تاني نواصل حوارنا مع فنانا الكبير اللي مشرفنا النهارده بجد الفنان الكبير محمد صبحي. صاله مطبخ حمام 3 اوض. بص ساعتك مساحه المطبخ يعني سباكه خلصانه وجاهز كله يعني انا بس ناقص على التركيبات اللي هي الاكسسوار. حمام عندي حوض وعندي الكومبينيشن وعندي بانيو ادم ده في 42 في 42 امارة. لسه طبعا عندي مرحلة تانية ومرحلة تالتة. ده مرحلة اولى فقط بالضبط يا فندم. بجانب طبعا الخدمات اللي هي بتاعت المشروع. لمواصفات هندسية من قبل محافظة القاهرة وتحت إشراف حكومي. فمساحات وتقسيم الشقق السكنية والمسافات المتروكة بين كل وحدة وأخرى تخضع لإشراف هندسي مدروس. كل خدمات المرحلة دي معمولة سعادتك على الماستر بلان وهوريه برضك الحاضر. تمام ننزل نشوف بعد.
ضمن الاشتراطات البنائيه الشوارع زي ما ذكرتها حضرتك 12 متر اقل شارع بين العماره والعماره 12 متر، في شارع عندي 15 متر وفي شوارع عندي 25 متر من مساحه الارض بتاعتي نفسها، بجانب الخدمات اللي هتعمل بكل عماره من العماير دي في رصيف في شارع. توفير الحياة الكريمة لمواطن المناطق العشوائية الفقيرة هو الهدف الأسمى لهذا المشروع، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية فور الانتهاء منها دون أي وساطة في تسكين المواطنين بالمدينة الجديدة. احنا كمؤسسة معا لتطوير العشوائيات، المؤسسة بتقوم بتجميع التبرعات وتقوم ببناء الوحدات السكنية وبتسلمها للمحافظة، والمحافظة بتوزعها كما ترأى لها. فوق حوالي 13 فدانا شرفت المرحلة الأولى من مشروع معا لتطوير العشوائيات على الانتهاء، والذي لابد ينتظره بفارغ الصبر مئات الأسر التي تحلم بسكن آمن لهم ولأبنائهم. ياسمين الضوي بوضوح مع الدكتور عمرو الليفي، قناة الحياة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. زي ما شفنا هذا هو التقرير عن إلى أي مدى وصل مشروع معا للعشوائيات. لما أنا بتفرج عليه، أنا شخصيا بتفرج عليه دلوقتي، بيمر قدامي شريط ذكريات عندما كان مجرد فكرة، يوم ما كلمني الفنان الكبير محمد صبحي وقال لي إن هو مقبل على مشروع، عايز يبني مشروع كبير عشان خاطر سكان العشوائيات. كان حلم من أكتر من بالضبط من 3 سنين، كان حلم زي ما حضراتكم شايفين النهاردة على أرض الواقع بقى حقيقة. أنا بهنيك على كل ما قدمته في هذا المشروع، لأنك أنت حضرتك يعني فعلا كنت مثابر، ورغم فعلا زي ما قالوا في التقرير كان في معوقات كتيرة جدا. يعني أنت فاكر طبعا، أنت طبعا موجود في مجلس الأمناء بتاع المؤسسة، بس أنا عايز أقول أنك أنت قعدت 4-5 سنين قبل الثورة، قبل 2011، بتتكلم وبتفضح هذا الجرم الإنساني اللي موجود في العشوائيات، كنت بتهاجم الدولة وقتها، تهاجم بشراسة، يمكن يقول لك انت بتجيب كومبارس وتوقفهم وبتاع وكذا. ولكن لازم نعترف ولازم في التاريخ يذكر ان اول مشروع اتعمل بعد ثورة 25 يناير في مارس بالظبط يوم 12 مارس 2011 اطلقنا مبادرة المليار كرمز بس لانقاذ العشوائيات، لان كنا نعي ان من 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 مكتبك وانا قلت حتى ساعتها ان كل الشعب المصري بيتكلم في السياسة، بيتكلم في القانون، بيتكلم في حقوق الانسان، بيتكلم في كل حاجة، ده احنا ما فاتش شهرين على الثورة. فلا، كان وعينا ان الكرامة الانسانية هي مشروع زي ده. المشروع ده معمول على فكرة، مفيش قدامنا ناس معينين، مفيش قدامنا عشوائيات محددة، احنا قدامنا كرامة الإنسان المصري انه يعيش في مكان زي ده. انما لو قارنت، لا، مفيش نسبة بين عشان بتطلع بعض الأصوات، وانا آسف ان انا اقول عليها أصوات سفلة، عايزة تحطم كل الرموز اللي موجودة في المجتمع. انا ايه اللي يخليني عطل فني وانا فني بيجيب لي مكسبي وبكسب منه علشان افرغ نفسي القضية زي دي؟ لان هو ده الواجب اللي عليا في السن اللي انا فيه، ان انا اقدم اخر حاجة ليا على الاقل الناس تفتكرها وتعرف ان ده نموذج، زي ما قال رئيس الوزراء لما جه الموقع، قال انا عايز النموذج ده يتطبق في كل حلول العشوائيات. ففي اصوات طلعت قال لك بقى ايه، جاب لك سيناريو ان سكان مش عارف شبرا بيشتكوا للصحفي ده، يقولوا له محمد صبحي ضحك علينا وجاب لنا شقق سلمها لنا وهي ما فيهاش لا تواليتات ولا دورات ميه ولا فيها ابواب ولا فيها، احنا ما سلمناش، ولا من دوري ان احنا نسلم. انت عارف المؤسسه دورها انها تجمع تبرعات باسمائنا بما ثقه الناس فينا، وبنبني المباني وبنسلمه للمحافظه، والمحافظه بتعمل الخدمات وبتعمل الطرق وبتعمل. صحيح. احنا بنحط فلسفة الحياة في هذه المدينة، هذه المدينة 5000 مثلا وحدة، فيها مسرح، فيها 3 سينمات، فيها نادي رياضي، فيها سوق تجاري، فيها سوق حرفي، عشان الناس دول كل واحد بحرفته، هو اللي هيعمل سوبر ماركت، هو اللي هيعمل الجزار، هو اللي هيعمل الخضري، هم اللي هيشتغلوا في نفس المكان. وعلى فكرة المكان حواليه حياة تستطيع أن تغذي اقتصاديا الناس اللي بتشتغل. احنا ومدرسة
مدرسه ابتدائي ومدرسه اعدادي ومدرسه ثانوي ومستشفى. يا ريت انا معانا المستشفى. يا ريت استاذ احمد شوف مستوى التصميمات اللي معموله. المستشفى شكلها ايه؟ يعني اذا استاذ محمد عشان نوضح للمشاهدين، اولا لم يتم حتى الان توزيع اي شقق من الشقق دي كلها. مش مهمتنا. بعد ما يتم مش مهمتنا معا بعد ما يتم الانتهاء من البناء بالكامل بالزبط. هيتم تسليم ده لمحافظه القاهره، هتتولى هي محافظه القاهره شريك تتولى هي التوزيع. تتولى هي توزيع بس باشرافنا. توزيع يعني ايه؟ يعني احنا عايزين اللي يتنقل من مكانه، اللي يتنقل من مكانه اولا بيتم عليه من غير ما يعرف انه هيتنقل المكان ده دراسه حقيقيه وكمان تنميه بشريه. ولكن المكان لازم يتسلم للقوات المسلحه ويتسلم للمحافظه علشان مستشفى قدامنا. دي مثلا لا دي المدرسه، دي مدرسه ده نموذج لمدرسه في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي. في صوره تانية للمستشفى اهي، دي المستشفى. انا حابب قوي التصميم دي هيتولاها المفترض المصريين المقيمين في فرنسا. انا رايح زياره في امريكا في نيويورك ونيوجيرسي. هي مجموعه اطباء، هم كانوا من اول المتحمسين الحقيقه من اول مارس لما اعلنا الحمله سندونا جدا، وهم مجموعه اطباء في كل التخصصات هيدونا خبرتهم في الرسومات. انا مسافر عشان كده، وكمان ازاي هم ممكن يبقوا مسؤولين عن اداره المستشفى دي فيما بعد. ودي 140 سرير، فيها غرف عمليات وفيها استقبال وفيها طوارئ وفيها اجزخانات. يعني هو المشروع. وبعدين انت بتعمل نادي رياضي بجد، مش يعني احنا فكره ايه انك تقيم العدل او العداله الاجتماعيه لناس فقراء فتعمل لهم ما يتناسب مع الفقراء. ان الحاجه الوحيده اللي تناسبت مع سلوك اللي في العشوائيات هو الغاء البلكونات. يمكن البلكونه هنا تشوفها تلاقيها 40 سنتي بس، هي يا دوبك كشكل جمالي. أيوه. انما بس الشقه كويسه يعني، ثلاث اوض وتشطيب نهائي والحمامات متشطبه والاحواض متركبه والبانيوهات متركبه. الحقيقه مجهود عظيم، انا بهنيك عليه. الله يخليك. وبهني زملائنا في مجلس الامن على المجهود ده. مجهود ناس كتير قوي. طبعا مجهود ناس كتير جدا ولازم اشكر الناس اللي وثقت في هذا المشروع. صحيح. وبتتبرع، ولسه محتاجين انها تتبرع لان فعلا عايزين نخش في المرحله الثانيه ان شاء الله باذن الله. دايما موفق ان شاء الله. لكن بالتاكيد انت بتفرح النهارده لما تفتكر من سنتين كان الوضع ايه. اتخذت من احنا خدنا الارض وخدوها تاني، يجي رئيس وزراء يسحبها وبعدين يجي رئيس وزراء يديها لنا. لا اتعذبنا لمده سنتين لكن الحمد لله. بس هقول لك حاجه، احنا لمينا في اول فتره لمينا 105 مليون وال100 عشان احنا بنشتغل بشفافيه، انت فاهم ده. 105 مليون ووقفنا، بس ال 105 مليون عارف النهارده عملت لنا كام؟ فوق ال 36 مليون. يعني انت جامع 105 مليون بس دي بتشتغل في البنك لانها صحيح. موجوده في البنك المركزي، والبنك المركزي هو اللي بيطلعها لنا بعد الجمعها. اي جمعيه انت عارف ده او مؤسسه بيبقى عندك من 7 ل 12% لغايه 15% مصاريف اداريه وموظفين ومهندسين انت ما شاء الله انت ما فيش لا تعرف كام لازم يتقال ده للناس. كام؟ قول. اقل من 1%. مظبوط، معروف. اقل من 1% مش موجوده. ليه؟ لان احنا لان كل واحد فينا كان بيسافر ويروح بره حضرتك وغير بالظبط على حسابنا عشان خاطر نجيب تبرعات للمشروع. الحمد لله. الحمد لله. ما تيجي افكرك بحاجه لطيفه جدا. يلا نشوف. الاستاذ بيبصبص لي. ايه يا خلبتك؟ انا واقف مستني الاوتوبيس. مش عمال تقول لي يا ام الوز يا مانجا يا جميل يا قمر؟ قمر؟ قمر بالستر يا اخت. طب بذمتك يا بيه دي خلقه تتعاكس؟ يلا يا استاذ، يلا يا استاذ. عيب عيب بقى، عيب احنا في الشارع، عيب. خلي عندك اخلاق. ايه رايك بقى؟ انا مش عايز اكلمك عشان معاك حريم. لا تعالى كلمه، انا عايز اشوف اكلمه ازاي. مش بس يا حريم، معلش يا حريم، بس يا حريم، بس بس بقى اتمشي، ده احنا في اول الليل يا حوريه. ايه يا حوريه؟ الله. راجل ماشي في الشارع بيقول لك يا جميل يا مقلوظ يا قمر، ما بيشوفش. مش عارف ايه اللي حصل لي الليله دي، مش عارف اعبر. انا قصدي اقول ان ده راجل مش متخضر، راجل همجي. نعمل علينا بعقله يا حوريه؟ نعمل علينا بعقله ونضربه بالجزمه ونخرم له عينيه. طيب ولما نخرم عينين بعضينا يا حوريه ايه النتيجه؟ يا انت هتترمي لي يا اما انا هقضي بقيت عمري في السجن. الهدوء اللي انت فيه ده، انت عايز تنقطني؟ ما انت شايف عمل لي ايه؟ فور لي دمي. يا سلام. طب وايه اللي في حياتنا ما يفورش الدم يا حوريه؟ هاتي لي حاجه ما تفورش الدم.
مواصلات ما تفورش الدم، مترو الأنفاق ما يفورش الدم، الصرف الصحي ما يفورش الدم، المية، الكهرباء، السكن، العيش واللي عيشها واللي عايشينها ما يفوروش الدم يا حريص. الصرف الصحي والعيش والعيشة واللي عايشينها ما يفورش الدم. لا احنا كنا غلطانين. ايه اللي اتغير بقى؟ احنا كنا غلطانين. ايه اللي اتغير بقى؟ يعني انا بضحك دلوقتي ليه؟ لان طبعا انت عارف انا ولين الرملي ما كناش بنقدم اي شيء، احنا بنقدم اللي احنا حاسينه وقتها واللي بنعانيه او الناس بتعانيه يعني ميكروسكوبي يعني. فطبعا واحد ده الناس ساعتها كانوا في رفاهيه. انا لو وقفت دلوقتي عشان اقول المشهد ده لا هتلاقي عليه كمان 100 حاجه. زي يقول لي كده يعني اللي بيمشوا عكس الاتجاه ما يفورش الدم. أيوة. اللي بيركنوا الميكروباصات في مطالع الكباري ونزول الكباري ما يفوروش الدم. أيوة. الباعة المتجولين اللي اسمهم محتلين وليس متجولين لأن الجائل يسير ما بين شارع وآخر ولا يتمركز في مكان، فالباعة المتجولين ما يفوروش الدم يا حرية. وعندك بقى حط وقول، والبلطجة ما يفوروش الدم، انقطاع التيار الكهربائي ما يفورش الدم يا حرية، انقطاع المياه ما يفورش الدم يا حرية. لا يعني على فكرة احنا بننسى يا دكتور عمرو، والله بننسى. والشباب الصغير، انا بقول شباب صغير يعني 20 سنة و 25 سنة، مش واخدين بالهم ان احنا ما نزلناش كده لقينا الجنة. لا احنا عانينا، عانينا كتير قوي. يعني المرور وقتها، وقتنا بنقول ايه الزحام ده اللي احنا فيه ده، ده احنا لازم نضرب نفسنا 100 جزمة لان قلنا كده، لان ما كانش زحام، احنا شايفينه زحام، ده ما كانش زحام. فالمسألة لا، هي طبعا عايز تقول ايه الفرق بين تكوين المواطن ايامنا والفرق بين تكوين المواطن الان وليس الظروف. وكذب بقى اللي يقولك ايه اصل الحكومة، طب هو الناس دي بتعمل كده ليه؟ ما هم مساكين، ما هو اصل دول مش لاقين. مش لاقين ايه؟ ده انت قمت بثورتين وبتقول الشعار الاول عايز تطبقه الكرامه الانسانيه. عارف يعني ايه كرامه انسانيه يا دكتور عمرو؟ كرامه انسانيه يعني انا اقبض من الدوله وادي الفلوس اللي باخدها اشتغل. لازم اشتغل، لا انا عايز ازود، بس ازود مرتب بس مش مهم اشتغل. اشتغل ايه؟ انت عندك مشكله، انت عندك ال 90 مليون دول، ها ال 90 مليون دول عايز مليون موظف، بس برضه بالحد الادنى المرتبات تسمح. لا الحد الادنى انا مختلف، الحد الادنى اللي يوفر الحياه الكريمه مختلف بس في الصياغه عشان الناس فهمها غلط. الحد الادنى ده يا دكتور عمرو يعني اقل مبلغ ممكن الانسان يعيش بيه، اقل مبلغ. ولكن ما تقوليش ان اللي اتخرج السنه دي ياخد 1200 وواحد بقاله 7 او 10 سنين يبقى اقل من 1200 او زيه. هذه الاشكاليه ما فيهاش عداله انسانيه. طيب نطلع لفاصل الاعلان، نرجع تاني نواصل حوارنا مع الفنان الكبير محمد صبحي، هنحاول ناخد تليفونات الاختيار. وعشان كده وفرنا لهم مولفكس حديث الولاده بمكان مخصص للحبل السري الموجود في مولفكس، بس عشان يحمي البيبي من الالتهابات. مولفكس، لان اطفالنا يستحقوا السعاده. مناسبة 20 سنة في مصر، بريل بيقدم لك الشهر ده عرض ما يتفوتش، خصم جنيه على الأزايز. بريل، نمرة واحد في مصر. حسيت ان انا جيت بدري، قلت اتمشى شويه. لا بقى تموتني. لا بقى انتوا كلكم حلايا ليه؟ لا 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 انتوا وحشين، لا لا انتوا طمحانين فيا، انتوا عايزين تخطفوني، ايوه انتوا الحصابه، ايوه انت وهي، اوحى اوحى انت وهي انتوا الحصابه، ايوه طمحانين فيك مني كوحركي كوحركي، عايزين تخطفوني، انتوا الحصابه اللي بتخطف الحيال الصغير. عيال عيال اقعد استريح بقى، اقعد يا عم ايوب. يا ابني ابحت حني يا ابني، ملكش دعوه حبايبي.
يا ابني امسك لك كتاب وذاكر يا حبيبي. بتقول محاك لصنص حموم مع ان اللي يشوف منظرك يديك بكالوريوس زباله. اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما شفتوا دلوقتي ده عم ايوب سنه 78 وعم ايوب 2014، نفس السن نفس السن ونفس الصوت ونفس اللبس. انت ازاي حضرتك عرفت يعني كان تحافظ على الشخصيه؟ لازم استحضار، يعني عملنا مجهود فعلا عشان كويس ان انا محتفظ بالماسك، انا بحتفظ بالحاجات دي. يعني الحاجه الوحيده ماسكات فارس بلا جواد ما اقدرش تحتفظ بيها لانها قطع، انما الجوكر كان بقى لسه للتكنولوجيا، فده كان قطعه واحده يعني بتلبس وتقلع. بالظبط عشان المسرح يعني، عشان كده. انما فارس بلا جواد كان الماسك بياخد 4.5 ساعات في تركيبه وثلاث ساعات في فكه. مش بتحن للمسرح يعني بذمتك؟ انا عمال كل ده عمال اشد رجلك عشان لا انت تعتقد ان انا مش عايز اشتغل. انا بقالي 10 سنين مفيش مسرح يا دكتور عمرو، لا يوجد مسرح في مصر، مش بهزر، واللي عنده مسرح قفله. حاجتين في مصر اتعملوا بشكل مثالي في اماكن مثاليه، المسرح والسجون. المسرح والسجون لما اتعملوا اتعملوا في اماكن مثاليه. قومي في العتبه الخضراء، هي بقت العتبه الخضراء؟ لا، خد بالك المسارح ما بقتش في مكان مثالي، مع ان وزاره الثقافه قافله مسارحها. يعني انا دايما لما اقول الثقافه فيها كلمه قطاع خاص وقطاع عام، يبقى خلاص بقى في خلاف بينك وزير الثقافه؟ لا مفيش خلاف. انا خلاف على ان ساعات تبقى انت آملا، يعني تقول فلان ده مستنينه. فيا اخي انا اللي مزعلني بشكل شخصي، ومش شكل شخصي يعني خاص بيا محمد صبحي، لا انا مش مصدق اني انا اروح ابقى وزير ثقافه وما اقابلش فنانين مصر كلهم، اجتمع بيهم المهم في مسرح واقعد اتكلم معاهم واشوف احلامهم ايه وامالهم ايه ونفسنا نعمل ايه وتقدروا تساعدوني بايه، انما انا جاي اقعد على مكتب؟ لا. ومش مطلوب منه انه ينزل في الشارع، يعني ما هيش ما هوش وزير التموين. بس انت الحقيقه كان مأمول من الدكتور جابر عصفور انه يعمل بلان معلن مش بينه وبين نفسه. بس انت عرضوا عليك الوزاره ثلاث مرات واعتذرت؟ اربع مرات. ورافض ان انا ابقى انا في احسن مني كتير ممكن يبقوا وزراء ثقافه. بس انت بقى بتتصدم انك انت جاي وزير ثقافه عشان تشيل فلان وتجيب فلان. اقول لك مين اللي جه؟ مين اللي جه؟ احط لك كشف، اعمل لك كشف مين اللي جه؟ ما مش عايز اتكلم في كلام فارغ بقى، لان كده مش هنتكلم في الثقافه. انما لا، انت شلت مين ليه وجبت مين ليه؟ هل في معايير؟ مجلس الأعلى للثقافة ده بقى له يا راجل 30 سنة ولا 50 سنة. أنت رؤيتك بس غيروا فيه، أظن زودوا فيه أربع أعضاء أعضاء من فترة بسيطة يا دكتور عمرو. يعني الثقافة الجماهيرية هي نفس المفهوم. أنت عايز تعمل إيه؟ تجيب فرق من أفريقيا ويبقى أنت عملت شغل؟ لا بس مسرح التجريبي راجع تاني، ما هو دي الكارثة. لان من العيب، عيب قوي يا دكتور عمرو، انك تعمل مسرح تجريبي يصور على التقليدي وانت فاشل في التقليدي. طب قدم المسرح الكلاسيكي الاول، قدم المسرح التقليدي الاول وانجح فيه وصور عليه. المسرح التجريبي يجيب شباب يمشوا في جوه مواسير ويعملوا حركات جنسيه على المسرح وينطوا على حبال ويقول لك ايه ده مش مفهوم، يقول لك هو ده التجريب. وانا هاجمت المسرح التجريبي كتير من ايام الاستاذ فاروق حسني وزير الثقافه، واختلفت معاه وقلت احنا محتاجين يبقى المسرح التجريبي ده لما زي مسرح شمال افريقيا، زي تونس والمغرب. الناس ما قدمتش مسرح تقليدي ولا قدموا حتى التراث بتاعهم، عملوا ثوره على المسرح فقدموا الابسيرد، قدموا اللا معقول. طب ايه ازاي يعني؟ في موضوع الرقابه يا استاذ محمد، انت اكتر واحد عانيت مع الرقابه، وانا عارف ده كويس، وليك مشاكل كانت كثيره مع الرقابه على مدار فترات طويله، انت كنت بتنتقد النظام بشكل رهيب. النهارده في مشكله، مثلا الفنان الكبير جلال الشرقاوي بيتعرض لمشكله كبيره جدا مع الرقابه في العمل اللي بيقدمه. بدانا نستمع عن تدخلات من اجهزه تنفيذيه في منع افلام سينمائيه او غيره. صحيح يعني انا عارف انت ليك موقف معين من الافلام، بس انا بتكلم على انا اسالك على سؤال واحد واضح، رأيك ايه في الرقابة الآن؟ وهل نحن مقبلين على فترة
صعبة من الرقابة وتشدد من الدولة تجاه الأعمال السياسية تحديدا؟ لا أنا هحلها لك. تفضل. احنا عندنا مشكلة. أنا أعمل لك رواية كلها قلة أدب وأحط لك كده بس مغزى سياسي في الآخر وبقى بقى أقدم مسرح سياسي. ولما تقف الرواية ما يقولكش وقفت عشان قلة الأدب. ده يقولك وقفت عشان سياسية. بتحارب عشان أنا بقدم سياسة وملتزم بقضايا وطني. ها؟ خلينا صرحاء. أنا لم أصطدم مع الرقابة نهائي حتى بما فيها فارس بلا جواد اللي المفترض انها لا بس كان فارس كان في مشكله يا استاذ محمد في مشكله بعد ما اتعمل انما انا واخد اعظم تقرير رقابه من التلفزيون المصري على النص ونفذناه حصل بقى ده تدخل انا بتكلم الان النهارده بقى النهارده انا ضد الغاء الرقابه في حدود لا رقابه سياسيه انت بتقدم عمل اول ما الاقي ان الرقابه تدخلت لانك انت عامل عمل سياسي بتقول رايك انا اموت نفسي دفاعا عنك اللي هي حريه الابداع انما تقوليش على قله الادب حريه ابداع في حاجه اسمها حريه ابداع وفي حاجه اسمها قله ادب قله ادب ده من الجعبي قدم لي ابداع اعمل عمل سياسي انا مختلف معك فيه انا ضد رايك فيه هدافع عنك حتى الممات قضيه واضحه الرقابه طول عمرها بالمناسبه تقول لك ايه ابتعد عن كذا وكذا وكذا احنا عارفينهم حافظينهم صحيح الجنس والدين وال كويس بس احنا كنا بنقول ايه ساعات بيبقى ستار علشان يمنع لك عمل انت قايل في رايك السياسي لا كلنا بنقف جنبك كلنا هنقف جنب الفنان ده لانه عامل عمل هنشوفه وهنبص فيه انما لما نلاقيه اصل فيه كارثه ابتزال واسفاف الفكره أخطر من إسفاف اللقطة وإسفاف اللفظ إسفاف الفكرة هو اللي بيوصلك لقناعة فاسدة اللي بيوصلك لقناعة إنك تشعر إنك لو ما خدتش حقك من الدولة تنزل تاخده بإيدك هنا ده فكرة إسفاف فكرة أو ابتزال فكرة ده بيخليك تبقى زي الهيرو ده أنت عايز تبقى زي الهيرو ده عايز تبقى زي البطل ده عايز تبقى زي البطلة دي البطلة دي حاولت تمشي بشرفها ما قدرتش عند اول خطوه سلمت نفسها فبقت دخلت في الدعاره ودخلت بقت بروستيتيوت لما تبص تلاقي انك مقدم 20 عمل منهم 18 او 17 بتتكلم عن المراه المصريه انها عاهره ما تقوليش حريه ابداع وما تقوليش ان هي دي مشكله في مصر طيب لما بتبص تلاقي العالم كله بعد الحرب العالميه الثانيه مثلا الفن اتأثر في فرنسا وفي ألمانيا وفي إنجلترا وفي كل دول أوروبا اتأثر على إيه؟ إنه ابتدوا يعملوا الأغاني الوطنية اللي تحمسك ابتدوا يقدموا أعمال يسمو بالمواطن الأوروبي أو المواطن الألماني لأنك أنت عارف إنه بقى عندك مشكلة يعني لما يبقى في أغنياء حرب يقدموا أعمال لمحاربة أغنياء الحرب أخذ بالك إنما لما تبقى أنت عارف إنك في وعكة وانت عارف انك في ظروف انهارت فيها القيم وحصل انفلات اخلاقي انت واعي ده كراجل فنان تيجي تقول لي بقى انا بميكروسكوب اصلي بصور الواقع ما حبكش طب حمسني اللي هبني ايه الاعمال اللي انت رفضتها في هذا الاطار لا انا ما اقدرش اقول اعمال محدده يعني هو في فيلم واحد انا قلت رايي فيه وايه بقى عملوا لك ايه على الفيسبوك جابوا فيلم لمحمد صبحي مع هياتم وانت عارف الممثلين مصر كلهم عملوا تركيبة الأفلام اللي عملها الله يرحمه سمير عبد العظيم كانت تركيبة أيوة أنا عملت فيلم من 23 فيلم لو جيت أعمله النهاردة مش هعمله بس ما كررتوش هو دي مش غلط إنك تعمل فيلم وتكتشف إن ما كانش فيه داعي للشطات دي ما كانش فيه مبرر ليها إنما ما عملتش 23 فيلم كده ما هواش ستايل يعني ما هواش إنما حقيقة الأمر إحنا مش ضد القبلة ولا ضد إن يبقى فيه مشهد فيه حميمية إحنا مش ضد ده لأن إحنا مش جهلة أنا ضد اللي بيعمل ده فيفرغ العمل الفني أو الإبداع اللي بيقولوا عليه إن ما فيهوش حاجة غير ده بس وياما اتعمل أعمال الأعمال الأبيض وأسود طب ما فيها فيها القبلة وفيها الـ 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 الغرام اللي بس بيبقى فيه برضه في شكل من الرقة
حسب ما انت مقدمه وقدمه ازاي يا راجل. ده الاغتصاب او الممارسه الجنسيه كانوا بيعبروا عنها ان الشباك يتفتح من الهواء فيتكسر الازاز والقله تقع تتكسر. والقله تقع تتكسر. شوف نفرح حاجه جميله محمد صبحي. يلا يا ماما يلا يا امي. انا بقرا كل شويه توقف يا بتضايق. انا مش عايزك تتضايقي. سنية هرب يا رجاله. والله ما كلمتها ولا جيت كم. يا ريتها كانت هربت ست الشتة اتنامت دلوقتي. نوم يا سنية. سنية حد يطب عليها من الاضاءه. الحرف الثالث يا سيج. يا اما ميم يا اما جيم والله اعلم. لعلهم اجعله خير. لو النبي يا اختي بيقول لك الميم والجيم في المنام نصره والله. بتشوف لنا المنام يا سنية ده ولا يا امي ولا. هتصرف ازاي بس يا ربي؟ امري لله. ترجم يا مسعود. ما ترجم مين؟ على كلمه محتاجه سنتين عشان تقرا الصبر. حرام عليك انت كتله من الياس. هترجم ولا ها؟ هترجم بس شعري اهم في ايدي اهم. لا شعري شعري. ترجم شعري. اتفضل ترجم. طب لو فرض هتفرض ايه؟ بس والله يا مسعود شكلك كده بقى الطف كتير قوي. لو فرضنا ان الاول ب والتاني سين والتالت ميم يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شفنا عرف الشواف الشخصيه اللي كانت القويه صاحبة الموقف اللي دفعت على حقوق المعتدى عليهم من صاحب الدار بتاعت رعاية المكفوفين. فعلا ناوي ترشح نفسك في انتخابات مجلس الشعب اللي جاي؟ بس قريت انك انت بتتزعم حزب سياسي وهترشح نفسك. انت قريت عته زي اللي انا قريته. والله العظيم عته. دي ناس فاضيه. يعني انا رفضت وزير ثقافه. انا هنزل في الدوائر علشان تبقى رئيس حزب وتبقى. يعني انا لما بعد الستين وصلت يعني اتلحست في مخي انا عايز اشتغل سياسي. دي انا معتز بنفسي كفنان. انا شايف الفنان قيمه اكبر من الوزير واكبر من اي منصب واكبر قيمه من رئيس الجمهوريه. انا اعتز باني فنان واعتز برسالتي امام الله سبحانه وتعالى اني بقدم رساله انا مسؤول عنها قدام ربنا كمان. فالناس دي ليه شغله مخها؟ محمد صبحي يترأس حزبا؟ لا ده انا طالع على كمان حزب ها ويقتحم مش عارف انتخابات البرلمانيه. ايه ده؟ ايه السخف ده؟ احنا عشنا وعاصرنا مصطفى امين وعاصرنا رجاء النقاش وعاصرنا علي الراعي وعاصرنا لويس عوض وعاصرنا اساتذه كبار. ما كانش دي ما كانش ده شرف مهنتهم. هاخد مكالمات سريعه جدا مدام هناء من القاهره. اتفضلي بسرعه جدا عشان وقتي خلص. اتفضلي مدام هناء. هناء الشربجي. ها انا. طيب معانا استاذ محمود. اتفضل استاذ محمود. استاذ محمود. طيب طيب مهرجان بقى المسرح للجميع. احنا عايزين نعرف انت بتفكر في ايه. انت وعدتني هجي لك وهصور مع جميع الفريق العام. منتظرك وتحضر بروفا لان احنا بروفات جاده جدا. هو المجموعة دي يعني دخل أكتر من فوق 1800 واخترنا منهم 72 مواهب شابة من المحافظات ومن القاهرة ومعظم منهم من الموسيقى العربية ومن كونسرفاتوار ومعهد باليه ومن معهد التمثيل ومعهد السينما يعني وفيهم الهواة. فأنا معتز بيهم جدا وحاسس إن هم عندهم طاقة. بس اللي يفرحك إن دول مش جايين عشان يبقوا نجوم. جايين عايزين يغيروا الواقع الثقافي من خلال المسرح. عايزين يقدموا صورة حقيقية للمسرح. وأنا أذهلني إن هم إزاي انفعلوا بالأعمال المسرحية بتاعت الستينات. عظيم. كم مسرحية هيقدموها؟ أنا هنقدم ست مسرحيات منهم مسرحية دي هتتقدم في يوم افتتاح قناة السويس الجديدة. ودي بنحضر لها لسه
دلوقتي النص وكده عن قناه السويس وباقي العروض عليها. وطبعا المسرحيات اللي انا اعلنت عندها قبل كده اللي هي خيبتنا وغزل البنات الحب الريحان يا استاذ محمد. ودورنا ان اللي عنده 60 سنه ما شافش ريحان. صحيح. او اللي عنده اكتر من 60. فاحنا دورنا زي ما قدمت لعبه الست احنا نقدم غزل البنات. ومعايا ان شاء الله غاده رجب الجميله. جميل. ومعانا هناء الشرباجي طبعا ممثلين الفرقه. هناء الشرباجي هاخد مكلمتين بسرعه جدا. استاذ ياسر من الجيزه اتفضل. يا استاذ ياسر. ايوه فندم جاهز حضرتك. انا اول بشكر حضرتك على استضافه استاذ محمد. استاذ محمد صبحي راجل اتاثر في جيل يعني انا واحد من الجيل اتاثر باستاذ محمد صبحي. واكتشفت حاجه غريبه جدا ان بنتي 4 سنين اتاثرت باستاذ محمد صبحي في يوميات ونيس. يعني بقت بتستنى المسلسل مع انه كان بيجي الساعه 1 مساء. ما اعرفش ايه التعمد ان مسلسلات استاذ محمد تيجي بعد الساعه 12 بالليل. لا ساعات الفجر. صحيح. انا وفي حاجه بس سؤال اخير. استاذ محمد عمل تجربه ناجحه بكل المقاييس في بدايه الالفيه المسرح للجميع. ايوه. ليه التجربه دي ما كملتش؟ هخليه يرد عليك حالا يا استاذ جاسر. استاذ عمرو من القاهره اتفضل. اخر طب نرد عليه معلش وناخد دي اخر مكالمه عشان وقتي خلص. هو طبعا المشكله زي ما بنتكلم ان احنا ما عندناش دور عرض. يعني انا بقالي 10 سنين بعد ما خلصت المهرجان الاولاني خدت اجازه سنه او سنتين علشان اجهز العروض اللي بعد كده. فما لقيتش مسرح فاتح. كل معظم المسارح تحولت لاستديوهات تلفزيون. يا اما المسرح لا يصلح انك تجيب المشاهد عشان يروح يتفرج. انما انا عندي وعد من الدولة مش من وزارة الثقافة بالقطع. يعني انت واضح انك انت يعني فقدت الامل في وزارة الثقافة. لا 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 لا, لا. انا عندي وعد ان يبقى في مسرح فعلا اقدم عليه العروض المسرحية ان شاء الله. ان شاء الله تبقى في مارس. مارينا من القاهرة. استاذة مارينا اتفضلي. اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضلي. انا بحب جدا استاذ محمد صبحي وكنت عايزه اخد رايه ايه دلوقتي لو يعني حد يعني نفسه يدخل الوسط. اوكي. بس هو كل الناس بتقول ان الوسط دلوقتي ما بقاش كويس وبقى كل حاجه تحصل فيه بالوسائط. حاضر يا مارينا خليه يرد عليكي حالا. حاضر. هل في مجال الوجوه الشابه الجديده انها تطلع في مناخ صحي؟ يا مارينا انا لسه كنت بتكلم ان بعمل مسابقه كل سنه وبيتقدم فيها ناس مفيهاش هزار مفيهاش وسايط مفيش حاجه. بس كل حاجه فيها وسايط. ليه بنستبعد؟ من ايامنا من ايام جيلنا انا لسه كنت بتكلم ان انا بعد ما اتخرجت قلت انا لا بتاع وسايط ولا هعرف اروح اتحايل على حد وبتاع. فتحت نافذه لنفسي. الوسائط والرشاوي وكل الامراض الاجتماعيه موجوده في كل عصر وفي دول كتير ومجتمعات كتير. بس ده متوقف عليك انت. انت داخله عايزه تخش الوسط الفني عشان ايه؟ سكتين. يا عايزه تقدمي اللي انت عايزه توصليه وترتقي بيه بعقل المشاهد ووجدانه ولا عايزه تعملي الشغل اللي موجوده انت اللي ده اختيارك. معانا مدام هناء من القاهره. اتفضلي مدام هناء سؤالك. ايوه حضرتك. انت فنان محمد صبحي كان بيتكلم على الحد الادنى والحد الاقصى. أيوة. في ناس لا لاقي حد ادنى ولا حد اقصى مثل زي جوزي. حاضر. ده اللي احنا كنا بنقوله. ده مشكله موجوده عند حتى الفلاح. الفلاح المصري الفلاحين بيخلص بيوصل لسن ما يقدرش يزرع في الارض ما عندوش لا معاش ولا عنده تامين صحي ولا عنده حقوق. احنا بنتكلم عن حقوق الانسان على ان المراه والرجل والطفل والشيخ الكهل والمسن يعني وصاحب الاعاقه ده كله اسمه انسان. لو الدوله ضمنت حق هذا الانسان هتخلص كل مشاكلنا. ايوه احنا ما بنقولش حد ادنى بنقول اللي مالوش عمل او ما بيشتغلش او عاطل او 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 وما عندوش دخل لازم الدوله تشوف منفذ بره في بطل تيتشر عملت ايه في بريطانيا. قالت لك انت ما عندكش شغل تعالى همرنك هشغلك هدربك. صحيح. 6 شهور هديك مرتب كل اسبوع في 6 شهور بعد 6 شهور هتشتغل. معانا اللواء محمد اتفضل يا فندم. الو اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ محمد صبحي اهلا وسهلا. انت مشرف البرنامج يا استاذ محمد صبحي. اشكرك. انا بسلم على حضرتك ومعتز بيك جدا. اشكرك. وطبعا انت مش عارفني انا اخو الله يرحمه نبيل محمد شعبان. مين؟ سيادتك فاكر نبيل شعبان؟ اهلا اهلا وسهلا. طبعا نبيل شعبان ده صديق العمر الله يرحمه.
انا نفسي اشوفك من زمان، وانا يعني مصر كلها بتعتز بحضرتك. ربنا يخليك، اشكرك جدا. شكرا جزيلا ست اللواء محمد. استاذ محمد انا بشكرك جدا، بشكرك جدا، وبسعد بكل لقاء بعمله معك. انا وبحس دايما يعني هذه اللقاءات بتمثلي انا شخصيا اضافه كبيره جدا. اشكرك جدا على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي، انت عارف انا بحبك قد ايه وبحبك قد ايه. اشكرك جدا، واتمنى لك دايما كل صحه وسعاده، واتمنى طبعا في رحلتك لامريكا ان شاء الله، انا عارف انت مسافر مع حرمك العظيمه مدام نيفين، اتمنى لها الشفاء العاجل، وانا عارف انت وسط كل هذا الكم من الكلام والشغل الجميل والمشروع العشوائيات انت تعاني معاناه كبيره جدا في مرضها، ربنا يشفيها يا رب ويرفع عنها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكرك جدا، بشكرك جدا. دي حلقتنا النهارده كانت مع الفنان الكبير الاستاذ محمد صبحي، بشكركم جدا جدا، تصبحوا على خير.